لو الحكايه فيها ان في حفلات في الشميرة يعني نفس الحفل اهو بالظبط. يعني انا عايز اقول لك بالعكس بتصدف دلوقتي انا ودينا في شغل كتير جدا مع بعض. طبعا احنا بالظبط بالظبط هي مثل الاعلى وفي في عبده برضو كل الفنانات الاستعراضيه ديت انا بحبها. بس لكن انا اللي هو بقى في الشر بين الفنانات والكلام ده كله ده لا خالص. انا من هنا ما عنديش الكلام ده خالص خالص بالعكس. في مطبخ الرقص الشرقي المصري انا بشغل رقصات شرقي وهي كلنا اخوات وحبايب وشيعه بالظبط. اللي بيحقد ده الانسان الفاشل. وانا الحمد لله رب العالمين عمري ما كنت فاشله ابدا في حياتي لان انا مش داخله مجال الفن اللي هو يعني انا خدتها تدريجيا ماشي. بس انا داخلها عن اقتناع وحب وروح حلوه من هنا قوي وروح متواضعه مع الناس لان انا فعلا بحب الناس كلها بدليل ان انا بسمع الانتقاد قبل اعجاب الناس. بس انا عايزه اقول للناس برضو ان الانتقاد ده بينجح.